الاسباب ديال ارتفاع الخشب هو كيقولوا بانه جاي من الاصل. الاصل هو ان اوروبا يمكن كانت كتاخذ العود، وحنا ولاو كيعطيونا البواروج. كانوا كيعطيوك البواروج مثلا الا خديتي شحال هذه ب 60 درهم كيعطيوك النقا، وليتي كتاخذو ب 90 درهم وما يعطيوكش النقا. ملي جاي العود ناقص وخا في الفاكتوره كيعطيونا مثلا، واحد الخطره شريت انا مدريه على سوم 80 درهم للمترو، وهي راه تروازيام وعاطينا لك في الورقه على اساس انها بروميام. يعني راه جاي ملي شويه ملي جات كورونا طلع الغلاء، داكشي اللي ولا ب 60 درهم ولا ب 90 درهم واللي كان ب 90 درهم ولا ب 2400 وطلع بقى طالع، لدرجه انه كان كنا ناخذوه المتر كاري المتر كيب كيتخاد ب 60000 ريال حتى ولا ل 124000 ريال، يعني الدوبل اكثر. ملي كتسول انت الاسباب ديال من عند الشركه كيقول لك راه ملهيه كيطرش على اساس انه راه كوفيد وداكشي، داك اللي كتجيب الحاويه اللي كتجيب العود كيرشوها بداك المواد زعما حمايه من كوفيد، وعاوتاني ملي كتدخل لهنا كيعاودوا يرشوها داكشي اش حق طلع العود. والمشكل ديال الترونسبور اللي كان مثلا كيجيب واحد العدد، واحد الحاجه اللي كانت كتجي مثلا ب 5000 درهم ولات كتجيب مليون الفرنك، حين ترونسبور قلال انتقال من ليه من برا لهنا. وكاين اللي كيقول لك عاوتاني داك الحاويات اللي كيجيبوا العود اللي جات ما كترجع كلها، واش كيقول لك انا ما نقدرش. المهم هادو الاسئله ديال الناس ديال الشركات. ومؤخرا دابا اللي طاح العود مثلا كيقول لك اجي تاخذ العود، راه طاح العود. كاين اسباب شي كيقول لك راه الشركات داروا فايت وطاح العود، شي كيقول لك راه طاح من ليه لان اوروبا ولات عندها ازمه مابقاتش كتستعمل العود وراه العود ولا جا المغرب. كل واش كيقول اللي كاين هو انه ملي طاح العود ها هو مثلا كيعيط لك كيقول لك اجي تاخذ العود، وانت خرجتي السلعه اللي عندك، انت ما خرجتش، حنا ما خرجنا السلعه. انا عندي السلعه دابا من هنا من شهر 7 ملي تحولنا راه باقي ما خرجتش، كي غدير؟ لان المردوديه ديال العود اللي كانت كتخرج شحال هادي مثلا في السيمانه كتخرج 5-6 البياسات، دابا ما بقاش 5-6 بياسات راه ما بقاش. بعد مرات كاين السيمانه اللي كنخرجوا فيها بياسه، اذا كي غدير انت في السيمانه كتخرج بياسه تمشي تجيب العود؟ علاش تجيب العود؟ حيد بعدا خصك تحيد، وقع شي رواجي لواحد الشهر ولا ثلاث شهور تحيد السلعه اللي هي اصلا عندك عاد تشوف العود اللي غادي تجيب انت رخيص. اذا هنا توقعنا راه حنا بلوكين بالغلاء. الغلاء يعني دابا عامه كلشي دابا كلشي تزاد، كلشي تزاد من يعني من المواد الاوليه كلشي تزاد، يعني كلشي بصفه عامه. بالنسبه للعود السلعه قلالت كتمشي تشري، الا مشيتي تشري طرف العود غيقول لك قده وقده، وهي كان بحال دابا مثلا كاين الفرق تقريبا واحد 40% 40% دابا تقريبا ديال الفرق. بالنسبه للجديد مثلا الا بغيتي تمشي تشري مثلا طرف ديال الخشب متر لينير ديال العشره كان كيدير 7 دراهم، دابا كيدير 13 درهم، يعني كاين واحد الفرق كثير. وحتى بنادم اللي غادي يصاوب او اللي غادي يشري من عندك شي حاجه داكشي قلال، ما بقاش بحال اللي كان. وبالنسبه للسوق هنا راه بالنسبه للسوق هنا ما كاين والو، بنادم راه كيجي كيحل شي شويه كيسد تيمشي بحال. علاش؟ ما كاين ما يدار، السوق شويه السوق يعني ما كاينش الشاري، ما كاينش الشاري. مستهلك ما كاينش، كاينه ازمه، بنادم كيحل واحد اللحظه كيسد تيمشي بحال وصافي. الالومنيوم نفس المشكل، حتى هو ملي جا كوفيد بقى كيطلع بشويه، كل مره كتسمع لبرا كتطلع 10 دراهم. شويه ثاني كتطلع 5 دراهم، شويه لبرا كتطلع حتى ولات طالعه في البرا تقريبا 20 درهم حتى ل 15 درهم مثبته. الجاج ولا تقريبا تريبل من كيقولوا من 60 درهم حتى 2800 ريال للمتر كاري. هنا الباب ديال الالومنيوم طلع، كنا كناخذوا حنا جمله كنجملوا تقريبا ب 500 درهم حتى ولا 600 درهم، 100 درهم زادت لان زادت البرا وزاد الجاج كلشي زاد طلع. ولكن ها الخروج ما كاينش، الباب كنتي كتبيعوا على 1000 ريال 1400 ولا كيخرج على 400 ريال على 300 ريال، لان ضخنا دابا. هو قالوا بان الالومنيوم هاد 15 يوم قالوا طاح شويه. كاين الناس اللي كيعيطوا لنا كيقول لك اجي تاخذ الباب مثلا ب 550 درهم مثلا ناقص واحد 50 درهم ولا 700 ريال، ولكن انت راه خصك تخرج بعد هاد السلعه عاد تشوف السلعه. اذا هنا وقع لنا البلوكاج. اش نقول لك؟ واش مواد النقل ولا شي تقدر تكون النقل هو اللي داير هاد المشاكل، ولكن الحمد لله الساعه. المهم شي شويه من هنا وشويه من هنا، الانسان كيقضي باش ما كان. لا تبدل، كاينه واحد 50 درهم في البارات زادت تقريبا من الوقت لدابا، شي 50-60 درهم ماشي بزاف، يلاه شورت من شورت تقريبا. المتر كاري كان كيتباع تقريبا بواحد 500 درهم 450 كان فيه واحد البورسونتاج، دابا 600 درهم 650 700 يلاه كتخرج مع على حساب الجاج على حساب السلعه. الحمد لله ساعه ضروري تنقاتل حتى شويه والكليان كيزيد واحد شويه باش كتكملوا الخدمه وصافي. اللي باغي يخدم واللي كارا كيقلب على الرخا باش ما كان اخي.
ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.